سنتذكر يوم لا تنفع الذكرى، وسنبكي يوم لا ينفع البكاء والندم، حين تكون الكتب قد أغلقت والأيام انقضت والفرصة ضاعت والوعود تحققت والأوهام انقشعت والحقيقة أثبتت، وإذا بنا أمام ربنا وخالقنا نقف مع الجموع المتباكية تصرخ تنادي تبحث عن معين ولا يجدون، الكل يشتكي يسأل حسنا، هذا كتابه بشماله وذاك محسود كتابه بيمينه، وذاك يصرخ يسمع صوت النار وقد سحرت، والأحباب والأصحاب انفضت وتفرقت، والجاه والمال والعزوة والحيلة والمكر وفنون الشر لم يعد لها حيلة ولا مكان، يكون الناس مجردين من حولهم وقوتهم إلى حول القوي العزيز، ينتظرون يوم الفصل وساعة الفصل، يتقدم أهل اليمين فرحين كتبهم بأيمانهم يطلبون التعجيل، ويتأخر أهل الشمال كتبهم بشمالهم يطلبون التأخير، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.